بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا الحدث الهام، مستمعين الأعزاء عبر أثير الإفم، حضورنا متابعي هذه الانطلاقة عشاق رياضة الهجن العربية الأصيلة، انطلق منذ لحظات الشوط الحادي عشر المخصص هنا لسن الثنايا ولفئات الابكار، ومن ضمن انطلاقات المحل الثالث ومع مرحلة الثالثة ومع شوط الختام. نبدأ بداية مع مقدمة الشوط لأتابع هناك سلطان علي بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن شفيع، يقدم لنا سلطان مع أول المراكز، المركز الثاني من وصلت هنا وقدمت هنا خيال محمد بن إبراهيم بن حمد الرمزاني، يقدم لنا خيال بهذا الانطلاق على المركز الثاني، بينما نقلتنا هناك إلى شعار البطل. يتقدم في هذه اللحظات هنا من وصل هنا الظبي، وهنا سالم بن جابر بن محسن الجربوعي يتقدم هذا الشعار الكبير، يتقدم هنا بطل المضمرين، يتقدم هنا منسج له حافل بالإنجاز، يتقدم هذا الرجل الخطير، يتقدم بهذا القدوم الكبير على ثاني المراكز. المركز هنا المركز الرابع، أتابع الانطلاق هنا من سيادة بندر بن عبد الله بن ظافر الهاجري، يقدم لنا سيادة باحثا عن السيادة والريادة. هنا من يقدم لنا على المركز الرابع سيادة. المركز الخامس، أتابع الانطلاق والتواصل والتواجد هنا حور مبارك بن عبد الله بن ثواب القحطاني، هكذا وكذا هكذا. متابعين الكرام، هي الانطلاقة الأولى، هي الخمسة الأسماء الكبيرة والباحثة عن الناموس، الباحثة عن ناموس شوط الختام، بينما سلطان يا سلطان ما زالت تتقدم الأسماء. وهنا علي بن عبد الله بن يحيى بن شفيع يتقدم هناك مع سلطان، مع أول المراكز وأول الانطلاقات ومع المسار الأول. المركز الثاني الحضور والانطلاق والمتابعة هنا مع مركز الوصافة، خيال باحثة هنا عن الناموس والانتصار، محملة بالآمال تنطلق هنا خيال على ثاني المراكز. محمد بن إبراهيم بن حمد الرمزاني بينما وصل هنا البطل، وانطلق هنا ليقدم لنا الظبي في هذه اللحظات. سالم بن جابر بن محسن الجربوعي ينطلق هنا في هذه اللحظات من جبران، يتألق هذا الشعار في المواسم الماضية وفي هذا الموسم وفي كل زمان ومكان، ينطلق هذا البطل الخطير متقدما في هذا الشوط، متحركا متقدما من المركز الخامس إلى المركز الثاني، بينما المركز الرابع أتابع هنا الانطلاق من سيادة بندر بن عبد الله بن ظافر الهاجري، يقدم لنا سيادة. المركز الخامس، اسم جديد ينضم في هذه اللحظات إلى قافلة الصراع، إلى قافلة الكبار. يا له من قدوم، يا له من وصول. هنا نقوى عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين يتقدم هذا الشعار الكبير، ينطلق هذا الشعار الخطير المليء بالإنجازات. من يتقدمون على خامس المراكز، لكن نعود هناك، والعود أحمد والعود أجمل هنا مع من تتقدم سلطان. ما زال بن شفيع قائدا لهذا المسار، ما زال صامدا، بينما المركز الثاني أتابع الانطلاق والوصول هنا من الظبي سالم بن جابر بن محسن بن جبران، يتقدم البطل على ثاني المراكز. المركز الثالث، وصلت هنا وانطلقت هنا خيال الرمزاني، تنطلق على ثالث المراكز، وهنا سيادة بندر بن عبد الله بن ظافر الهاجري. وصل 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 وانطلق في هذه اللحظات وتقدم لينضم هنا إلى المربع الذهبي، ينطلق هنا مع نقوة عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين، يتقدم بن سالمين في هذه اللحظات إلى المركز الرابع. المركز الخامس هنا خيال الرمزاني، ولكن ما زالت القيادة والسيادة، ما زالت
زالت الانطلاقة هناك هناك مع سلطانة سلطانة صاحبة هذا الشوط صاحبة هذا الشوط في المحلية الماضي وأفضل توقيت تتقدم هنا سلطانة مهيمنة ومسيطرة مع أول هنا مع أول المراكز المركز الثاني وصلت نقوة بن سالمين تقدم هنا بن جبران وصل الهاجري على رابع المراكز المركز الخامس خدوم في هذه اللحظات هناك من عروب عبد الرحمن بن سعيد الفسل الله 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 يا سلام يا له من معركة في هذه اللحظات يا له من منافسة بين هذه الأقطاب بين الشعارات الكبيرة بين الشعارات الرنانة نعود هناك إلى صاحبة هذا الشوط وصاحبة أفضل توقيت في المحلية الثاني في هذا الشوط بالتحديد تتقدم سلطانة ما زال صامدا اصمد يا بن شفيع فقد وصلت الخطورة في هذه اللحظات تتشكل الخطورة هنا من نقوة تنطلق هنا مع عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين يقدم لنا شعارة في هذه اللحظات على المركز الثاني المركز الثالث وصلت هنا وانطلقت الظبي سالم بن جابر بن محسن بن جبران انطلقت الأسماء الكبيرة انطلقت الأسماء الباحثة عن الناموس والانتصار سيادة تتقدم في هذه اللحظات وصل الأنيق هنا هيلمان ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند وهنا شرس المضمرين يقدم لنا هيلمان يقدم لنا هيلمان على المركز الرابع ولكن نتحول هناك إلى الثنائي الكبير يا لها من معركة يا لها من معركة في هذه اللحظات الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير الله الله بقيادة سلطانة ما زال صامدا ما زال صامدا هنا بن شفيع يتقدم الأسماء الله 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 وصلت هنا نقوة وصل بن سالمين انطلقت في هذه اللحظات وصلت الخطورة وصلت هنا هيلمان ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ينطلق في هذه اللحظات ياه من معركة يا له من منافسة ياه من تحدي في هذه اللحظات لكن ما زالت هناك سلطانة ما زالت سلطانة نقوة بن سالمين هنا تنطلق هنا في هذه اللحظات نقوة 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 تسلل بن سالمين انطلق الشعار الكبير انطلق الشعار الخطير وصلت هيلمان انطلق المسند في هذه اللحظات الامتار الاخيرة يا بن سالمين اي سلامة من هذا الشعار المنطلق من قدم في هذه اللحظات بينما هيلمان هيلمان نقوى هنا هنا بن سالمين مع المئتين متر الاخيرة المسند وهنا ايضا العطية وصل في هذه اللحظات برقية برقية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يختطف هذا الشوط في اللحظات الأخيرة المشاقب المشاقب الرجل الكبير الرجل الخطير يحقق هذا الشوط في الأمتار الأخيرة ليقدم لنا برقية محمد بن خالد بن عبد الله العطية سلاما لك يا العطية على هذا الفوز والانتصار بينما من علت على ذاني المراكز وصلت هنا مراسيل ناجي بن محمد بن ناصر الغفراني المركز الثالث وصلت هنا نقوى عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المركز وصلت على المركز الرابع النيادية عبد الهادي بن سيف بن فهد السيف الخيارين المركز الخامس وصلت هنا هيبة محمد بن سعيد بن حمد الفسل إذا تابعنا وإياكم هذا الشوط الكبير تابعنا وإياكم هذا الشوط الخطير حيث الأسماء الجديدة التي دخلت في الأمتار الأخيرة مبينة لنا خطورة هذا الشوط وقوة هذا الشوط بينما كانت هنا برقية محمد بن خالد بن عبد الله من وصلت مع الأمتار الأخيرة محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاقب يحقق هذا الفوز في الأمتار الأخيرة قاطعة مسافة هذا الشوط في زمن وقدرة 9 دقائق و39 ثانية و56 جزءا من الثانية تانينا لك يا أبو خالد على هذا الفوز والانتصار بينما من حلت على ثاني المراكز وصلت هنا على ثاني المراكز محققة هذا الشوط وواصلة في الأمتار الأخيرة مراسيل ناجي بن محمد بن ناصر الغفراني تاني
ثانينا لك يا مالك مراسيل قاطعة مسافة هذا الشوط في زمن 9:40:90 تانين على هذا الفوز والانتصار. أيضا هنا نقوة بن سالمين من حصلت على المركز الثاني، من قادت هذا الشوط حتى لحظاته الأخيرة ومن قدمت الأداء الكبير. قطيعة مسافة هذا الشوط في زمن وقدرة 9:41:28 شكرا لمخرجنا المبدع والمبدع.